رأيك بغض النظر عن البطولة، وصلنا لمرحلة السياسة وغيرها تتدخل برياضتنا؟ حقيقة يجب أنه السياسة تنفصل عن الرياضة. الرياضة دائما هي شيء سامي، ودائما احنا ما يقولون أنه تتصف بالروح الرياضية، وفي أي مكان الرياضة دائما ما تكون هي القدح المعلى في جميع المجالات. فنتمنى حقيقة ما تشوفها شابة الرياضة من خلال السياسيين، لأنه حقيقة كل شيء في هذا البلد أصبح يعني بشابة ما عدا الرياضة، فما أريد أنه الرياضة هم تدخل بها سياسة وتخرب الأمور. يعني البعض من السياسيين هو دخل، لو الرياضيين هم من ذهبوا للسياسيين، شوف الرياضة وحتى الأحزاب اللي يريد يعني يريد يحصل قاعدة جماهيرية، يريد ينتشر إعلاميا، يذهب للرياضة. السياسيين هم اللي جو للرياضة حتى يعني ينعرفون أكثر، يحصلون يعني بالانتخابات أصوات أكثر، لأنه الرياضة حقيقة يعني انت لا تحسب احصائيا، يمكن المجتمع العراقي 60% منه شباب، فالشباب كلهم هم اتجاههم اتجاه للرياضه. فاللي يريد يعني انت يمكن يعني اكو مثل قريب جدا هو الاستاذ عبد الحسين عبطان، يمكن من خلال الرياضه حصل على 50,000 صوت، وهو صوت من النجف ورشح في بغداد. شعبك يتنفس رياضه، ولحد الان يقولون عبد الكريم قاسم هو اللي بنى ملعب الشعب. فأتمنى حقيقة من السياسيين أن يهتمون بالرياضة. وأيضا أنت قبل شوية يعني شوفتنا مقطع لجمهور الناصرية، إحنا تكلمت قلت يستحقون أنه كمان ملعبهم الأولمبي، لأنه حقيقة الشعب الناصرية تنفس كرة القدم، وجميع محافظات العراق هي تعشق كرة القدم وتحب كرة القدم. فالسياسيين حقيقة استغلوا حب يعني الشباب للرياضة ورادوا كسبون عندهم كثير من الأمور.